نكمل محاضرتنا بالميكانيك الهندسي الستاتيك، وأخذنا البارالاجرام لو قانون لمتوازي الأضلاع، وعرفنا شنو قانون متوازي الأضلاع. هسه نجي يعني نشرح شرح بسيط أيضا عليه على قانون متوازي الأضلاع. يعني لو كان عندك هنا قوتين، فقط قوتين مو أكثر، وتريد تستخرج يعني المحصلة مالتهم، فإذن إذا كان عندك قوتين وتريد تحل، فممكن أنه تستخدم قانون متوازي الأضلاع. فشون هذا القانون؟ يعني لو كان عندنا هاي القوة، عندنا هاي القوة P، وعندنا مثلا قوة أخرى اللي هي Q، وأريد نستخدم، فأريد نشوف يعني الحل شلون نستخرج المحصلة مالتهم. فراح نجي نوصل، شوف هنا نسوي لنا متوازي أضلاع. شلون راح نستخرج هذا المتوازي الأضلاع؟ يعني رسمنا هذا الخط، هو عبارة عن موازي إلى البي، وراح نرسم خط آخر راح يكون موازي إلى الكيو، يعني نكمل حتى نحصل على متوازي الأضلاع. فراح يكون عندنا هذا القطر، هو القطر R اللي هو معنى المحصلة resultant. فإذا راح نجي نكمل متوازي الأضلاع، هذا يعني الحل في حالة إنه كانت عندنا قوتين فقط. فعندنا قوتين، راح نجي نكمل متوازي الأضلاع. كملنا متوازي الأضلاع، فهذا القطر لمتوازي الأضلاع هو راح يكون عندنا الريزلتنت أو المحصلة. طبعا ما ننسى أنه مواصفات متوازي الأضلاع، يعني مجموع الزوايا مالته هي 360 درجة، وكل زاويتين متقابلة هي متساوية، يعني هاي الزاوية متساوية ويا هاي الزاوية، وهاي الزاوية متساوية ويا هذه الزاوية. طبعا حتى نحل أهم شيء عندنا تراجينومتري، يعني هنا من الشكل راح نقدر يعني نستخرج الزوايا، يعني أنت المفروض تستخرج هذه الزوايا الموجودة، يعني في كل سؤال من تريد تحله تستخرج الزوايا الموجودة حتى تقدر تحل. راح نستخدم قانونين للحل، يعني شوف سوى هذا هنا متوازي أضلاع، من نجي ناخذ نص هذا المتوازي الأضلاع، شوف هسه من نجي ناخذ نص هذا المتوازي الأضلاع راح يعطينا تراينجل مثلث. شوف من نجي نرسمه راح نرسم هنا مثلث، يعني هذا المثلث، يعني راح نحل على أساس المثلث، ناخذ نص هاي عندنا كيو هي نفسها، فراح يعطينا هاي كيو هنا كيو، هذا هو الار وهذا هو البي، فإذا ممكن ناخذ نص فراح يكون عندنا مثلث ونجي نحل. عندنا قانونين، قانون الساين لو والكوساين لو، قانون الساين والكوساين. طبعا ليش جاي نستخدم هاي القوانين؟ لأن المثلث إذا كان المثلث الناتج هو مثلث مو قائم الزاوية، يعني شوف هنا مو قائم الزاوية، لو كانت هنا الزاوية قائمة لنفرض فناتج عندنا قائم الزاوية، وإذا كان قائم الزاوية فما حاجة بعد نستخدم قانون الساين وقانون الكوساين، وإنما نجي نستخدم بالزوايا، لأن هاي عندنا هنا قائم الزاوية، فممكن نطبق نظرية فيثاغورس ونستخدم هذا ونستخرج القطر ونستخدم النسب المثلثية حتى نستخرج الزوايا. ولكن بما أنه إذا المثلث يكون مو قائم الزاوية فنستخدم قانون الساين ونستخدم قانون الكوساين. فلنفرض هذا هو المثلث، فشون راح نستخرج شون نستخدم قانون الساين؟ قانون الساين عندنا هي نسب، يعني الأي أو طول الضلع أي
على ساين الزاوية المقابلة إليه، المقابلة إلى الزاوية اللي هي الـ A، تساوي طول الضلع B على الزاوية ساين الزاوية اللي تقابله اللي هي B، ويساوي طول الضلع C على الزاوية اللي تقابله اللي هي ساين C. فإذا طول الضلع على ساين الزاوية، ممكن نستخدم يعني هذا الجزء ونجي نحل. يعني إذا عندنا اثنين يعني طول ضلعين موجودة وزاوية موجودة، فأقدر أستخرج الزاوية الأخرى، أو ممكن أحل بين البي والسي أو بين الأي والسي. قانون الكوساين السي يساوي تحت الجذر أي تربيع زائد بي تربيع ناقص 2 أي بي كوساين السي. يعني لو نريد نستخرج السي، هذا هو السي، فراح ناخذ طول الضلع أي وأربعة زائد طول الضلع بي وأربعة ناقص 2 في طول الضلع أي طول الضلع بي في كوساين الزاوية سي. يعني شنو الزاوية الموجودة بين الضلعين الأي والبي؟ يعني أنا أريد أستخرج السي، فأريد أستخرج السي فأستخدم الأي والبي والزاوية اللي موجودة بين الأي والبي. هسا ناخذ example number one. The circle AI in figure. هذا هو السكرو، هذا هو في الشكل. subjected يعني معرض to two forces، معرض إلى قوتين، فالقوتين هي F1 و F2، ومطينا القوتين الـ F1 مطينا إياها هي 100 نيوتن، F2 مطينا إياها 150 نيوتن، ومطينا الزوايا مالتها. يعني هاي الـ F1 وهي الـ X axis، هذا الـ X axis الزاوية 15 درجة، والـ F2 وهي الـ Y axis مطينا 10 درجات، والمطلوب resultant forces يعني شقد المحصلة، شقد المحصلة. طبعا قلنا بما أنه قوتين فنقدر نستخدم قانون المتوازي الأضلاع. فهنا جينا رسمنا، يعني هذا هو الـ X axis وهذا الـ Y axis، وأجينا رسمنا القوة اللي هي F1، هذه هي 100 نيوتن، ورسمنا القوة اللي هي 150 الـ F2، هاي أجينا رسمناها وبنفس الاتجاه، هنا 15 وهنا 10. نجي للمحصلة. طبعا من نجي للمحصلة، يعني عندنا هنا مثلا هنا قوة وهنا قوة، يعني المحصلة وين تصير؟ لازم تصير وين؟ بيناتهم المحصلة. شوف محصلة بين هاي القوة، يعني مو أجي أرسم مثلا هنا المحصلة خارجهم، ما يصير. يعني هم هاي القوة يعني بين القوتين، يعني دائما المحصلة تصير بين القوتين. يعني عندنا هنا مثلا قوة وهنا قوة، إذا المحصلة راح تصير بيناتهم. مثلا هنا عندنا قوة وعندنا وهنا مثلا عندنا قوة، هاي المحصلة تصير بين القوتين. فإذا دائما المحصلة هي تصير بين القوتين، مو خارج القوتين، هي محصلة القوة الاثنين. فإذا لازم المحصلة راح تكون بيناتهم. فإذا هسا اجينا رسمنا القوة F1 ورسمنا القوة F2، فالمحصلة هذه هي المحصلة، راح تكون هذه المحصلة اللي هي الـ FR، هذه المحصلة هي ما بين القوتين، وعندنا هاي الزاوية. هسا يريد من عندنا مقدار المحصلة. قلنا نستخدم قانون يعني نستخدم متوازي الأضلاع، فرح نجي نكمل متوازي الأضلاع. هذا رح نجي نرسمه، شلون رسمنا موازي للميت نيوتن اللي هي الاف 1، ونرسم هذا الضلع هي موازية للاف 2 اللي هي 150، فتكمل عندنا هنا متوازي أضلاع. نجي هذا القطر، هو هذا القطر اللي راح يكون الاف ار، يعني المحصلة لهذا القوتين، ممكن نسميه اف ار ممكن الار، فهي المحصلة للقوتين. فشون راح نجي نحل؟ راح نجي ناخذ مثلث، قلنا نقدر ناخذ مثلث واحد يكفي، فنجي نرسم هذا هو يعني هنا نجي نرسم هنا هذا هو الار اف ار او ار، وعندنا هنا الاف 1 وهاي هي الاف 2، الاف 1 اللي هي 100 نيوتن والاف 2 اللي هي 150 نيوتن. وين الشغلة الأساسية؟ إنه شلون تجي تستخرج
الزوايا كلش مهم انه الزوايا شلون تستخرجها. فهسه عندنا شلون راح نجي نستخرج هذه الزوايا؟ عندنا هنا 15، هاي الزاوية 15، هنا الزاوية 10، هذا بين الاكس والواي 90 درجة متعامد. فإذن إذا قلنا 90 ناقص 10 ناقص 15 راح يعطينا 65. إذن هاي الزاوية هي 65 درجة، هاي الزاوية 65 درجة، وانها الزاوية بين الضلعين. إذن الزاوية هاي 65 درجة. بما أنه الأضلاع هنا الزوايا راح تكون متساوية في متوازي الأضلاع، فإذن هاي الزاوية أيضا هي 65 درجة. مجموع الزوايا في متوازي الأضلاع هي 360. فإذا قلنا 360 درجة ناقصا هنا 65 ناقص 65 وأقسم على 2 راح يطلع لنا 225. أقسمها يعني 225 هاي 225 هاي 225، أقسمها على 2 راح يطلع لنا 230. على 2 115. إذن هذه هي 115 وهذه هي 115. إذن هاي الزوايا 115 115. فإذا نجي هنا 115. زين، هسا نجي للاف ار. الاف ار شو يساوي لنا؟ قلنا الاف ار حسب قانون كوساين راح يساوي لنا، شوف انا اريد ان الاف ار اخذ ذن الضلعين والزاوية بيناتهم. إذا الضلعين معروفات والزاوية بيناتهم اللي هي 115 معروفة. فإذا الـ FR شو راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا الـ 100 تربيع عضلة زائد 150 تربيع ناقص 2 في الـ A في الـ B، يعني 2 في 100 في 150 في كوساين الزاوية اللي بيناتهم اللي هي 115 درجة. فإذا هاش يساوي لنا؟ راح يساوي لنا 213 نيوتن. شوف إذا استخرجنا هاي الزاوية وعدنا هذا 150 وهذا عندنا 100، فقدرنا نطبق قانون الكوساين واستخرجنا الأفعال. هسه أريد اتجاه هذه المحصلة، يعني هو بالسؤال احسب magnitude قيمة and direction of the resultant force واتجاه هذه المحصلة. فإذا اتجاه المحصلة راح نستخدم قانون الساين. فراح نجي شلون نستخرج قانون الساين نستخدمه. عندنا 150 على ساين ثيتا يساوي 213 على ساين 115 درجة. شوف 150 هاي 150 الزاوية المقابل لها هي الزاوية ثيتا، احنا ما نعرف ايش قد، يساوي 213 اللي هي الاف ار على الزاوية اللي مقابلها اللي هي 115. فمننا راح نقدر نستخرج انه ساين الزاوية ثيتا راح يساوي لنا يعني الزاوية ثيتا مباشرة نقدر نستخرجها، زاوية ثيتا راح تساوي 39.8 درجة. إذن الزاوية ثيتا هي هاي الزاوية ثيتا اللي هي راح تكون 39.8 درجة. هسه نجي للدايركشن مالت الاف ار. الدايركشن للاف ار هو من الدايركشن، نجي شوف الدايركشن للاف ار وينه؟ هذا هو دايركشن اف ار من الاكس الى الاف ار. يعني شلون تحسب الدايركشن من الاكس؟ من الاكس
هذا هو الاكس اكسس من الاكس الى الاف ار، هذا هو الدايركشن. فشي يساوي لنا؟ خلينا نقول هذا هي الزاويه فاي، نقول فاي تساوي 39 زائد عندنا هنا ايش قد 15 زائد 15، فاذا يساوي لنا 54.8 درجه. اذا هذا هو اتجاه للاتجاه للريزلتنت. ناخذ مثال اخر عندنا، ريسولف ذا 200 نيوتن فورس. هسه 200 نيوتن فورس شلون acting on the bin. اذا عندنا هاي قوه جاي تعمل لنا على البن، هذا هو مفصل البن هذا. و فهذا هو مفصل البن، وعندنا هذه القوه اللي تعمل عليه، هذه هي القوه اللي هي 200 نيوتن. ريسولف يعني حلل لنا هذه القوه الى two components in the A، الحاله الاولى x and y direction، يعني نحللها بالx y. شوف هذا الx، هذا هو الx وهذا الy direction، طبعا بيناتهم 90 درجه متعامده. and b x dash and y direction، بعدين اريد الx dash، هذا الx dash والy direction، اريد الx dash والy، يعني اريد هذا الx dash واريد ان هذا الy، مو y داش وانما الواي. هسه نجي ل A اول مره سوليوشن ال A، اريد نحلل هذه المركبه للاكس والواي دايركشن. هسه من نجي نرسم، فاحنا نجي نرسم هنا، هذا عندنا سؤال، يعني عندنا هاي الاكس هنا وعندنا هذا الاكس وعندنا هذا هو الواي وعندنا هنا القوة، هذا الاكس هذا الواي، عندنا القوة اللي هي 200 نيوتن. فهسه نجي نحللها، فأريد من عندنا ريسولف، يعني راح نجي نسقط هاي تحليلها الزاوية اللي موجودة، نجي ايش قد الزاوية، هاي مطينا الزاوية هي 40 درجة، فإذا هاي هي 40، فإذا هذه مقدارها، عم يجينا سقطنا 200، هاي راح تكون هنا اف اكس، هنا كوساين الزاوية ثيتا، وهاي مقدارها من سقطناها على الواي، اف واي تساوي، عفوا هنا الاف اكس تساوي اف اكس تساوي الاف كوساين ثيتا، وهنا الاف واي تساوي اف ساين ثيتا. هسه نجي نحل الاف اكس تساوي اف كوساين ثيتا، فمقدار الاف هي 200 كوساين زائد 40 راح يعطينا هنا 53 نيوتن. اف واي اف ساين ثيتا 200 ساين 40 راح يعطينا هنا 129 نيوتن. هسه هذا الجزء الاول، ما ابي شيء، الجزء الاول بسيط من السؤال. الجزء الاخر من السؤال يعني اريد التحليل مالتنا على الاكس داش والواي. فهسه نجي نرسم، شوف هنا رايدنا على الاكس داش، فها هي الاكس داش، هي اهم شيء الرسم واستخراج الزوايا، وهذا عندنا هو الواي، فراح تكون عندنا الار او الاف قوة مالتنا، هاي عندنا هاي الاف، احنا ممكن نمسح هاي تخربطنا، الـ
الاف هذه هي الاف. اوكي عندنا هنا هذا الاكسس اللي موجود، هاي الزاوية عندنا 40 درجة. المهم اللي عندنا شلون نستخرج الزوايا. شوف الزاوية اللي هنا هسه، شوف شو مطيك هنا. المهم عندنا انه هاي 30، هاي الزاوية 30 درجة. شوف هاي الزاوية 30 درجة، هاي الزاوية ايش قد؟ هاي راح تصير 30 درجة. ليش؟ لان عندك انت هنا شنو، هاي ضلع عين متوازية. شوف هذا الضلع وهذا الضلع، وجانا هذا، هاي هنا 30، فإذا هاي 30 درجة. إذا بالتبادل صارت هاي عندنا 30 درجة، إذا هنا 40، هنا عندنا 30 درجة. هسه نجي نرسم حتى نكمل متوازي الأضلاع وحا. هسه نريد الزاوية اللي هنا ايش قد، شلون راح نجي نستخرج هاي الزاوية. شوف اللي عندنا، عندنا هذني متوازي، هذا ضلع وهذا ضلع، هذا متوازيات. هذني متوازيات، وعندنا هاي هي الاف. فهنا اللي عندنا الزاوية، شوف هنا الزاوية ايش قد، هاي هاي 50 درجة. ليش 50 درجة؟ لان يعني عندنا هذا بين الاكس والواي هي 90 درجة متعامدة، عندنا هنا 40، اذا بقى هنا عندنا 50، فاذا هاي 50 درجة. شوف هاي عندنا 50 درجة، هذني متوازيات اللي هو هذا الضلع وهذا الضلع متوازيات، وعندنا هاي اف، اذا هذا بالتبادل راح يصير 50، فاذا هاي 50 درجة. فاذا عندنا الزوايا هسه صارت متكاملة. فهسه نقدر ناخذ المثلث، فهذا عندنا، شوف هذا هو نفسه، هذا اللي هو ال FY، وهذا عندنا هنا FX داش. فإذا ممكن نرسم هسه، نرسم هذا هو FY، ونرسم هنا هذا FX داش، وعندنا الاف، لا هي الاف باعتبار المحصلة. هسه الزوايا اللي موجودة عندنا هنا 40 و30، فهو هذا المثلث وهذا نفسه، جينا رسمناه هسه على جهة، جيت صارت لنا 70، وعندنا هنا 50 اللي هي هاي الزاوية 50، يعني نفس هذا المثلث جينا رسمناه. هسه 180 ناقص 70 ناقص 50 راح يعطينا 60، اللي هي هاي الزاوية 60 درجة. هسه مثلث موجود والزوايا متكاملة، هسه نقدر نحل بقانون الساين. الاف اكس داش على ساين الزاوية 50 درجة، شوف اف اكس داش الزاوية المقابلة هي 50، يساوي 200 على ساين 60 درجة. 200 اللي هي الاف اللي قيمتها 200، فالاف اكس داش شو تساوي لنا؟ راح تساوي لنا 200 في ساين 50 على ساين 60 درجة، يساوي لنا 177 نيوتن. ونطبق قانون الساين مرة الثانية حتى استخرج الاف واي. فإذا الاف واي على ساين 70، شوف هذا هي الاف واي، هاي هي الاف واي، شوف هنا قلنا نفس المثلث على الاف واي، هاي هي الاف واي، الزاوية المقابلة اللي هي 70، فإذا على 70 يساوي 200 على ساين 60 درجة. هذا يؤدي إلى أنه الاف واي راح تساوي إن هي 200 مضروبة في ساين 70 على
ساين 60 درجة وتساوي 217 نيوتن. فإذا قدرنا أنه نحلل هاي القوة بالاتجاه الـ X داش والـ Y داش.